بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي فاتتهم لا سيونس في هذا الانجستخمون غادي تلقاو لو برومي كور ديال الشيمي، ترانسفورماسيون لونت و ترانسفورماسيون رابيد. نبداو بالمحور الاول، غادي يكون ان رابيل على لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. هاد الدرس خصكم تضبطوا فيه لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، هما اللي غتبقاو ديروا في الدروس كاملين. رياكسيون دوكسيدو، نعم، بارتاج بارتاج، الله يعطيك الصحة، بارطاج ديكرو. شير سكرين، هيا سكرين واحد، شير سكرين. دابا مزيان. دونك قلنا لي رياكسيون اللي عندكم هاد العام هما هادو: رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، رياكسيون اسيدو بازيك. هادو كنتو شتوهم ياك، هادو بجوج كنتو شتوهم. يتزادو عندكم لي بيل لي ترانسفورماسيون فورسي و لي ترانسفورماسيون سبونتاني. لي ترانسفورماسيون فورسي دون لي بيل، لي ترانسفورماسيون لي خصني نكتب هنايا. المهم لي بيل تقريبا هادو هما لي رياكسيون لي عندكم، الباقي راه كيدور على هاد لي رياكسيون. الدروس الاخرين كيجيو اون غولاسيون مع هاد لي رياكسيون. طيب، دونك اول حاجه غادي تشوفوها في هاد الدرس هي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. كتعريف اشنو كنتو باش كنتو عرفتوا هاد لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون؟ كي كون ترانسفير دان الكترون او بليزيور. اييه، دونك كيكون عندنا واحد اللي ممكن نسميوه الاوكس، واحد اللي ممكن نسميوه الراد. اش كيوقع بيناتهم؟ سيبوزون هذا الاولاني وهذا الثاني، هذا واحد واحد. دونك اش كيوقع ما بين الاوكس واحد والراد واحد؟ دونك الراد هو اللي كيفقد واحد الالكترون، ياك؟ كيفقد واحد الالكترون باش يعطينا الاوكس. الريد هو اللي كيفقد الكترون، وفي الدومي ايكواسيون كتكون عندنا اوكس واحد بلس ان الكترون ولا ان الكترون، ان فوا واحد افيك ان انونتي. من طبيعه الحال ما يمكنش تكون فيه الفاصله واحد العدد ديال الالكترونات. هنا كنديروا جوج اسهم، زعما راه لا رياكسيون ممكن تكون في هذا لوسونس ولا في هذا لوسونس. هنا كيكون عندنا الريد واحد، هادشي اللي كاين. وكيكون عندنا ان دوزيام كوبل اللي غتوقع فيه نفس الهضرة، تكون فيها عاوتاني حتى هو اوكس جوج مع الريد جوج، تا هو الريد جوج غادي يعطي واحد لو نومبر ديال لي زيليكترون. ممكن يكون مختلف على هذا، ان ان بريم فوا الكترون، و تا هو غادي تكون لي رياكسيون ديالو غتكون بحال هكا: اوكس جوج بلس ان بريم الكترون. تعطينا عاوتاني جوج اسهم بحال هكا، عطاتنا الريد جوج. ولا رياكسيون توتال اشنو كيوقع فيها؟ يا اما اسمع، نعم، الاوكس مع الريد، تماما، يا اما الاوكس واحد مع الريد جوج، هادي كنديروها توتال بحال هكا، كنديرو فيها سهم واحد. هاد العام دابا يتزادوا عندكم ديال جوج اسهم. الدرس الثالث تشوفوا لي رياكسيون كي سو في دون لي دو سونس، من غير هاد لي دومي ايكواسيون. دابا الرياكسيون توتال من بعد تولي عندكم حتى هي فيها جوج اسهم. هنا دابا يكفي نديرو اوكس واحد ريد جوج، هيعطينا من بعد خلصنا نديرو هذاك ليكيليبر ديال لي زيليكترون ضروري، هيعطينا اوكس جوج مع الريد واحد. أولا الاحتمال الثاني هو يكون عندنا الأوكس جوج مع الريد واحد إكسيتا، العكس ديال هاد هادشي اللي كاين. نديرو شي ديزيكزومبل في الأوكس، الأوكسيدو ريدكسيون. ناخدو مثلا أل تخوا مع أل، نقولو مثلا غادي يتفاعل مع سي إل دو سي إل موان، هذا هو لو دوزيام كوبل. دونك تفضلوا عطوني لي دومي ايكواسيون هما الاولين، عاد نديروا ليكواسيون توتال.
L3 plus, pardon. تفضلوا. Al3 plus. هذا هو الأوكس. Plus 3 en plus 3 en moins, certes. Donne AL. Donne AL. هنايا. CL2. بليس واحد العدد ديال لي زيليكترون خليو نشوفو شحال هنايا غادي تعطينا سي ال مو دو سي ال مو نديرو جوج كنوازنو بعدا لي ليمون خصنا ضروري نوازنو لي ليمون عاد كنشوفو لي زيليكترون هنا ا ال ا ال كانوا مقادين دونك ما عندناش المشكل هنايا عندنا سي ال دو خصنا نوازنو بعدا نديرو جوج ديال سي ال مو عاد نرجعو لي زيليكترون نلقاو شحال دو خصنا جوج مزيان دابا سيبوزون ال3 هو اللي يتفعل دونك مع من غيتفعل اوتوماتيكمون الا عطاتك غير واحد الرياكتيف خصك تعرف الثاني دونك ال3 بلس سي ال مو غيتفعل مع سي ال مو تماما ولكن شنو خصنا نديرو هنايا نضربو لي فريكو باش نمشي الكترون ضروري ضروري الكوفيسيون دونك غادي نديرو هنايا نديرو فوا 2 نديرو هنايا فوا 3 داكور غادي تعطينا هادي جوج ديال ال3 بلس سي ال موان شحال تولي فيه تولي فيه 6 و لوتر كوتي لي برودوي غيكون عندنا ال مضروب في جوج مع شحال ديال سي ال 2 نعم هنا قلنا 6 3 ايه هنا جوج وهنا 3 باين هادشي هذه دابا هي الرياكسيون توتال لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون وهادو لي دومي ايكواسيون دومي ايكواسيون ديال الكوبل الاولاني ودومي ايكواسيون ديال الكوبل الثاني دونك هادشي باين حتى لهناك نزيدو ان اوتر اكزومبل دابا فاش كنزيدو داك H2O سيبوزون ناخدو عاوتاني سي ال 2 مع سي ال موان هاد لي رياكسيون راه ممكن ما يكونوش في لا رياليتي يعني ممكن ما يكونش كيتفاعل اصلا الكلور مع حنا غير كناخدو دي زيكزامبل وصافي ام ان او 4 موان مع ام ان ام ان دو بلس دونك نديرو عاوتاني لي دومي ايكواسيون شكون شي واحد فيكم تفضلوا تفضل وسائل دو سائل دو موا ايه دو سائل بلس دو الكترون ايه امين ديجا هذا ملي كتشوف هذا هو الاوكس خص دير اوتوماتيكمون وحده بلس ان نومبر ديليكترون عاد تجي هنا تشوف دير هنا ام ان دو بلس ديما كيكون عندنا الاوكس هو اللي كيكون وحده لي زيليكترون يعني ملي كيعطيوك شي كوبل بحال هكا خصك تعرف باللي داك الاوكس هو اللي خصك دير حداه حداه لي زيليكترون من بعد كيخصنا نوزنو اول حاجه قبل من لي زيليكترون كنوزنو لي زيليكترون مزيان سير على خصنا اكسجين غادي نزيدو هاك داك دونك كنجيو هنايا كنقولوا اول حاجه خاصنا غنماركيو تما واحد 4 اكسجين عندنا في هذه الجهه وما عندناش في الجهه الاخرى دونك اول حاجه غادي نزيدوها هي الاكسجين والاكسجين باش نوزنوه كنزيدو اش كنزيدو H2O برافو دونك اش ايه دونك H2O شحال فاش خصني نضربها كيمشي لك عاوتاني الصوت اسلام تيمشي لك عاوتاني الصوت عاود فيريفي داك الميكرو عندك اياه من بعد احنا وزنا دابا الاكسجين تخلق لنا المشكل عاوتاني في اش في الهيدروجين ولاو عندنا 8 ديال الاش في هاد الجهه وهاد الجهه اللي فيها هاد 8 ديال الاش بلس عاد ترجعوا لداك الان ديال لي زيليكترون دابا غادي يبان عندنا دونك حسبوا دابا لا ديفيرونس تما شحال
عندنا واحد موانزا بلوس 8 والجهه الاخرى فيها بلوس 2، دونك شحال ديال الفرق خاصنا؟ اذا تعطينا بلوس 7 شحال خاصنا نقصوا؟ موان 5 باش تعطينا 2، دونك سي 5 الكترون. بين القضيه ياك، دونك هادشي غير تذكير غابيل، ولكن هادشي هذا هو الباز. من بعد اش غيتزادكم؟ راه ما يتزادكم والو، الفيتاس فوليوميك اكسيتيرا داكشي راه باين. ندوزو هاد لي زيكزومبل ديال لوكسيدو ريدكسيون. صافي هادشي باين. باقي ما وازناش هادشي. دابا يلاه عندنا الدومي ايكواسيون الاولى والدومي ايكواسيون الثانيه، خاصنا دابا ليكواسيون بيلون. نديرو سي ال 2 بلس 2 الكترون هي تعطينا 2 سي ال مو. صافي دابا هادو يلاه قولوا لنا اش نديرو باش عاد تاني نجبدو ليكواسيون بيلون. تماما ليكواسيون الاولى في 2، ليكواسيون الثانيه في 5، ومن بعد غتعطينا سوبوزون كو سي ال موان كاين في لي رياكتيف، سي ال موان كاين في لي رياكتيف، دونك سي ال موان شحال؟ 10 ديال سي ال موان ياك؟ 2 صافي جوج، دونك 10 سي ال موان. اها 2 2 اش 2 ام ان او 4 موان. مزيان بلس 2 MN O 4 mois plus 16 H plus مزيان سهم واحد ها CL2 CL2 5 CL2 pardon plus plus 2 MN de plus 2 MN de plus braf هادشي اللي طلع و H2 8 H2 مزيان. كاين شي سؤال تاني؟ هادشي واضح؟ مزيان حتى لهنا. باردون الطابلت كتحرك مزاقياش. نزيدو شويه. دونك لا رياكسيون دابا السميات، بعض المرات كيعطوكم في السميات. الا كتبت بحال هكا اوكس بلس ان الكترون ودرت بحال هكا كتعطيني الراد. هادي سميتها هادي في هاد لو سونس، واش رياكسيون دو ريدكسيون لا رياكسيون دوكسيداسيون؟ اكزاكتومون رياكسيون دو ريدكسيون. Au cours d'une réaction de réduction, il résulte un réducteur. Le résultat, la production d'un réducteur. Au cours d'une réaction d'oxydation, le résultat, un oxydant. Donc, quand on a un RR, on a un OX plus un électron. C'est-à-dire qu'il y a la réaction d'oxydation. d'oxydation. Donc il a quand le produit عندنا final. Il a نتج عندنا واحد الريدكتور كنقولوا هذه اوكسي هذه ايكواسيون دو ريدكسيون. الا كان عندنا لو ريزولطا ان اوكسيدون كنقولوا بلي راه هذه سيت اون رياكسيون دوكسيداسيون. ال ريزولت ان اوكسيدون. صافي مزيان. دابا التسميات باينين. Le réducteur, c'est l'élément capable de céder un ou plusieurs électrons. L'oxydant, c'est l'élément qui est capable de capter un ou plusieurs électrons. La réaction de réduction au cours de laquelle elle résulte un réducteur. Réaction d'oxydation au cours de laquelle elle résulte un oxydant. Safi, hado marba hadi el ta'rif li entkoum. Safi? La réaction kamla, la réaction d'oxydoréduction, la bien dire la chi ta'rif. Réaction. d'oxydoréduction. Achan smiwa.
Réaction pendant laquelle? Pendant laquelle il y a un échange. Il y a un échange d'électrons. D'électrons. Aïe aïe, la tablette. D'électrons entre un oxydant et un réducteur. Entre un oxydant et un réducteur. Ah. Tout simplement. Chilik. نزيدو شويه لقدام من بعد غادي يجيكم هذه اولا كبيره سميناها رابيل سور لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون صافي دونك هاد الدرس تشوفوا فيه غير لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون ما فيهش الاسيدو بازيك. ثانيا غادي تشوفوا تعريف ديال رياكسيون لونت ورابيد. ثانيا شنو هو الفرق ما بين ترانسفورماسيون ترانسفورماسيون لونت ورابيد. تلقى من السمية ديالها لونت اش ممكن نفهمو منها؟ سيت اون ترانسفورماسيون كي ايه كي نيسيسيت اون لونغ دوري اون لونغ دوري une longue durée. Yek. Pendant cette durée, on peut suivre la transformation avec l'œil ou des appareils de mesure. نقدروا نتبعوها بالمعايره وداكشي اللي كنا كنديروا زاباراي دو ميزور. فهمتوا ياك باين الفكره ياك؟ ما هاد لا دوغي راه ما محددهاش، ما كاينش شي واحد يقدر يقول لك 10 ثواني ولا قل ولا اكثر، بحال هكا كتبقى لونغ دوغي وصافي ياك لونغ دوغي. وكاينه ان ترانسفورماسيون كي رابيد العكس ديال هادي. Une transformation qui se fait brutalement, yeah. D'une manière brute, se fait brutalement. Brutalement, yeah. De telle sorte, qu'on ne peut pas la suivre avec l'œil ou les appareils de mesure ou par des appareils de mesure. Ça mzien hadchi bien tel hna. عندكم des exemples تشوفوهم في القسم ما كاينلاش نديرو les exemples هنايا les expériences ياك حيت ما الا بقيت الرسمه نتعطل ما جبتهمش معايا مرسومين الصراحه ما وجدتهمش صافي. المهم هذا الشيء كافي حاليا. في لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون ممكن نلقاو دي ترانسفورماسيون لون وي ترانسفورماسيون رابيد. اللي في لي رياكسيون اسيدو بازيك حتى هي ممكن نلقاو دي رياكسيون لون ممكن نلقاو دي رياكسيون رابيد. من بعد حتى تدخلوا الدرس الثاني والثالث غادي تشوفوا دي فاكتور اللي منهم نقدروا نحكموا على دي كويفيسيون ياك بحال لا كونستانت ديكيليبر زي ما درتوهاش العام الفايت. هي اللي نبقاو نحددو بها واش هادي اون ترانسفورماسيون لونت رابيد ولا توتال ولا صافي. واخر حاجه في هاد الدرس ثالثا دونك الدرس راه ساهل فيه غير التعريف كنعنينا نجمعو مع الدرس الثاني لي فاكتور سينيتيك les facteurs cinétiques. Yak les facteurs cinétiques. Achnoma les facteurs cinétiques, ta'rif. Hadou rak ntou chtou. Chnou un facteur cinétique?
c'est un facteur qui influence quoi? علاش كيأثر facteur qui influence la vitesse de la réaction. La vitesse de la réaction. Soit يسرعها soit يبطئها. D'accord? Donc les facteurs اللي هما معروفين les facteurs اللي هما معروفين شنو هما؟ عندكم شي فكره؟ تمبيراتور مزيان تمبيراتور. دونك لا تمبيراتور باش ما تزاد كيفاش كتكون لا فيتيس لا تمبيراتور بلس لا تمبيراتور اوغمونت لا تمبيراتور اوغمونت بلس كوا بلس لا فيتيس دو رياكسيون اوغمونت. Donc, ce sont proportionnels. La température m'a. La température m'a. La vitesse de la réaction. Ça fait. Tanien. Zid. Je n'en crois pas. Non, c'est un catalyseur. Un catalyseur. Donc, un catalyseur, qui fait ce qu'il y a? Un de juge, je dis. لي تيب يكون يقدر شي طلعت بصحه ممكن يكون برودوي ممكن يكون ان برودوي كيميك اللي كيسرع لا رياكسيون ياك ما كيدخلش في التفاعل ولا يقدر يكون الكترود ولا شي حاجه بحال هكا. الله يرحم الوالدين. الكتريك برافو. ممكن يكون الكتريك برافو. Donc, un catalyseur, c'est un élément qui permet d'augmenter la vitesse de réaction. La vitesse de réaction. Bien. Rabi'an, ou la talitan. Le facteur cinétique tel. Pression. Là, ma qui dit le, ma qui adore, c'est la pression. Ma qui dit le, la pression. Ma qui dit le, la pression. La concentration initiale. La concentration initiale. La concentration initiale des réactifs. Il y a un réactif A, ou une réaction. Réaction numéro 1, réaction numéro 2. Il y a un réactif A, ou un réactif B, de concentration 50 mmol par exemple par litre. Ou il y a 50 mmol, la réelle mol, par litre. Il y a un réactif A, réaction, mais A ou B, ou il y a 100 mmol par litre. 100 مول بار لتر ديال ا و 100 مول بار لتر ديال بي. هذه الكونسنتراسيون لا كونتيتي ما كتهمناش. دير هنا حتى دير اللي بغيتي. حنا كنهضروا على لا كونسنتراسيون. لا رياكسيون نيميرو 1 لا رياكسيون نيميرو 2 va dérouler plus vite que la réaction numéro 1. La réaction ثانيه غتكون اسرع من la réaction الاولى à cause de la concentration initiale. Ça va? Donc plus la concentration initiale est grande, plus la vitesse de réaction augmente est grande. Donc ماشي la quantité de matière, ماشي شحال درتي هنايا, ممكن دير هنايا 200 مول وهنا غير 100 مول ولا العكس. حنا كنهضروا على لا كونسونطراسيون انيسيال. لا كونسونطراسيون ديالهم كيفاش دايره بين الفكره. بين الفكره لي كونسونطراسيون نهضروا عليهم بجوج. لي كونسونطراسيون انيسيال. لي كونسونطراسيون انيسيال دي رياكتيف. وقيل الى هنا غادي نكونوا سالينا الدرس.
هذا الشيء اللي عطاه في الدرس الاول. اذا كاين شي سؤال تفضلوا. مرحبا. دونك درس ساهل ظريف عمر هدار هذا الشيء اللي فيه. كاين شي سؤال؟ كاين شي سؤال؟ مزيان هادشي باين. دونك هادشي اللي كاين راه الدرس ساهل. شكرا على الحضور ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله غدا الدرس الثاني. سيمانه ان شاء الله غادي نساليو سيمانه واكثر 10 ايام 10 ايام غادي نساليو في الشيمي ان شاء الله. الا بقى لنا الوقت نديرو دي زيكزامبل ديال لي واخا غير واحد خير واحد ولا جوج الا ما بقاش الله يجعل البركه. المهم راه الدروس راه شدو. يلا نتمنى تكونوا استفدتوا شي شويه والله يسر.